بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قول الراسخين في العلم لما دعوا ربهم، قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ذكر سبحانه وتعالى أنه في هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الناس فإنه لا ينجو فيه إلا أهل الإيمان، أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأما الكفار فإنهم يهلكون في نار جهنم لا نجاة لهم منها. إن الذين كفروا، والمراد بالكفر كفر بالله عز وجل، والكفر برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فالكفر يشمل هذا كله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن كفر بركن من هذه الأركان الستة فهو الكافر حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذا مثل قول إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة لا ينفع الإنسان كثرة ماله ولا كثرة أولاده ما دام أنه لم يؤمن بالله، فإنه لا تنفعه هذه الأشياء. إنما هذه الأشياء في الدنيا انتهى مفعولها وانتهى وقتها، أما الآخرة فلا ينفع فيها إلا العمل الصالح، كما قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يظنون أن الله أعطاهم المال والأولاد في الدنيا هذا دليل على كرامتهم، وأنهم في الآخرة لا يعذبون. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا الزلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والله جل وعلا قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأموال والأولاد متعة في هذه الدنيا وزينة في هذه الدنيا، وقد يعطي الله المال والأولاد من هو عدو له ليستدرجه بذلك، كما قال جل وعلا: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالله أعطاهم الأموال والأولاد ليستدرجهم بها ويشغلهم بها في هذه الدنيا. ولهذا قال جل وعلا مناديا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
فالذي يتلهى بماله وبأولاده عن العمل الصالح عن العمل للآخرة هذا هو الخاسر يوم القيامة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، حتى لو أن أحدا منهم جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي نفسه من النار لم يقبل منه ذلك، لا يقبل منهم فدية مهما كثرت، حتى لو جاءوا بملء الأرض ذهبا ما قبله الله منهم يوم القيامة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي شيء، كأنها غير موجودة. اليوم القيامة لا ينفع إلا العمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا. فإذا من الله على العبد بالمال والأولاد الصالحين، من الله عليه بالمال الطيب والأولاد الصالحين، ولكنه مع ذلك لم ينس ذكر الله ولم يله عن ذكر الله، فهذا جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. وقد يكون ماله قربة له عند الله، يتصدق منه ويزكي وينفع وينفق في سبيل الله، والأولاد يعينونه على طاعة الله، وإذا مات يدعون له كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فليس معنى الآية أننا نترك الأموال والأولاد، ولكن معناها أننا لا نلهو بالأموال والأولاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك علينا أن نربي الأولاد على طاعة الله عز وجل، وأن نخلص الأموال من الربا ومن الحرام والمكاسب الخبيثة، وأن ننفق في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما مع الكفر فإن الأموال والأولاد لا تنفع يوم القيامة، أما مع الإيمان فإذا وفق الإنسان لاستعمال الأموال في طاعة الله، ووفق لتربية الأولاد على طاعة الله، فإنها تكون خيرا له في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وأولئك، أي الذين كفروا، الإشارة إلى الذين كفروا، هم وقود النار حطبها. الوقود بفتح الواو ما توقد به النار من الحطب ونحوه، وأما الوقود بضم الواو فهو الاشتعال واللهب. وأولئك هم وقود النار، تشتعل النار في أجسامهم، تشتعل في أجسامهم مع الحجارة، كما قال جل وعلا:
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا وقود نار جهنم. الناس وهم الكفار تشتعل في أجسامهم، والحجارة التي هي حجارة الكبريت أو حجارة الأصنام، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كل فيها خالدون. وقود وأولئك هم وقود النار، نار جهنم والعياذ بالله. وليس ذلك في يوم أو في ساعة يشتعلون ثم يحترقون ثم يضمحلون، لا، بل إنها باقية وهم باقون فيها، تشتعل فيهم دائما وابدا لا نهاية لها والعياذ بالله. وأولئك هم وقود النار بسبب كفرهم بالله عز وجل. فالله خلق النار للكافرين وأعدها للكافرين، أعدت للكافرين، والجنة أعدت للمتقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وليس هناك دار ثالثة في يوم القيامة، ما ليس هناك إلا النار أو الجنة. فانظر أين تصير ما دمت على قيد الحياة، اعمل عمل أهل الجنة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله أمرك بالعمل، العمل الصالح، ويسره لك وأعانك عليه. فإذا ضيعت الفرصة ولم تعمل، أو عملت عملا وأفسدته بالمفسدات، فلا تلومن إلا نفسك. والله أقام الحجة على عباده، بين لهم سبحانه طريق الجنة وبين لهم طريق النار. فعليك أن تختار طريق الجنة، وطريق الجنة فيه مصاعب ومشاق لا بد أن تصبر عليها، وطريق النار فيه ملذات وشهوات، فإياك أن تغتر بها. قال صلى الله عليه وسلم: حفت النار، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فإذا كنت تريد الجنة فعليك بالعمل الصالح والصبر على المشاق. الجنة لا تنال إلا بعمل، بعمل صالح من توحيد وصلاة وصيام، من توحيد وصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله، وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق الجنة، وهو طريق يرتفع، والارتفاع فيه مشقة على الناس،
أما طريق النار فهو طريق منحدر سهل على الناس، الانحدار أسهل على الناس من الارتفاع. أعدت، قال جل وعلا: وأولئك هم وقود النار. ثم قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا، قل أيها الرسول وبلغ الذين كفروا، الذين ذكرهم الله في الآية الأولى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. هذا خبر. والخبر الثاني: قل لهم أيضا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون، مهما عندكم من القوة ومهما عندكم من العتاد فإنكم ستغلبون، لأن القوة مهما بلغت، قوة السلاح، قوة المال مهما بلغت، مع عدم الإيمان لا تغني شيئا، ومآلها إلى الهزيمة. ستغلبون، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، لأن الكفار تطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، تطاولوا عليه وعلى أصحابه في مكة حتى أخرجوهم منها وهاجروا إلى المدينة، ثم صاروا يحيكون الدسائس للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقال لرسوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى قريبا، فغلبوا في أول وقعة بينهم وبين المسلمين، وهي وقعة بدر، مع قوتهم وكثرتهم وقوة عتادهم وقلة عدد المسلمين وضعف المسلمين، مع هذا غلب الكفار وانتصر المسلمون. قل للذين كفروا ستغلبون، نعم، كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه بعد قوله تعالى: وقل للذين، هذه بعد قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون، آل فرعون أتباع فرعون، وهو الجبار، ملك مصر الجبار الذي ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، وعنده من القوة ما عنده مما غره وأغراه وتكبر على الحق وكفر بالرسول، بالرسولين موسى وهارون عليهم السلام. وهؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم دأبهم دأب آل فرعون، دأبهم دأب آل فرعون، يعني سجيتهم وسيرتهم كسيرة آل فرعون،
وهل نفع فرعون، هل نفعه ملكه وبطشه وجبروته وجنوده؟ لم ينفعه ذلك، لما تكبر عن الحق وكفر بالله أهلكه الله ومن معه، كداب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم الكافرة كعاد وثمود، قوم إبراهيم، قوم نوح من قبل، أمم لما كفرت بالله أهلكها الله ولم تنفعها أموالها ولا أولادها. فهؤلاء الكفار الذين آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم صفتهم وسجيتهم كصفة أولئك، وسيحل بهم ما حل بأولئك، كداب آل فرعون والذين من قبلهم، كداب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم السابقة كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات الله كما كذب هؤلاء المشركون من قريش وغيرهم، كذبوا بآيات الله التي جاء بها رسول الله صلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا بآياتنا، بآياتنا مضافة إلى الله جل وعلا لأنها منزلة من عند الله، آيات القرآن، فأخذهم الله بذنوبهم، بذنوبهم، لم يظلمهم الله جل وعلا، لم يأخذهم بغير ذنوب، فالعقوبة إنما تكون على الذنوب. هذا تحذير لكل عاقل أن يقلع من الذنوب ويبتعد عنها لئلا تهلكه كما أهلكت الأمم السابقة. كذبوا بآياتنا أخذهم الله، عاقبهم الله جل وعلا بذنوبهم بسبب ذنوبهم، فهذا فيه التحذير من الذنوب والعياذ بالله، وأنها سبب لأخذ الله لأصحابها. أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، الله جل وعلا شديد العقاب، لا يطاق عقابه ولا يمنع، وليس عقابا سهلا يتحمل، ولكنه عقاب شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أليم مؤلم وشديد قوي، والله شديد العقاب، سأل الله العافية. أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم قال لهؤلاء المشركين الذين وقفوا في وجه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين وآذوهم وساموهم سوء العذاب، أن هؤلاء سبيلهم سبيل من قبلهم، سبيلهم سبيل من قبلهم، سيغلبون ويحشرون إلى جهنم مثل من قبلهم، ولا تنفعهم قوتهم، فلم تنفع القوة قوم نوح ولا قوم هود ولا قوم صالح ولا فرعون ولا غيره من
الجبابرة لم تنفعهم قوتهم، فالقوة إذا لم يكن معها إيمان بالله فإنها تكون في نحور أصحابها، تكون في نحور أصحابها ويردها الله عليهم. وهذه سنة الله في الكفار من قديم الزمان، فلا يغتر الكفار اليوم من اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة، لا يغتروا بما فتح عليهم من الاختراعات والصناعات، فإنها سترجع عليهم في يوم من الأيام، لا يغتروا بذلك. فالقوة إذا خلت من الإيمان فإنها تكون عقوبة على أصحابها، ستغلبون، هذا خبر من الله جل وعلا تحقق قريبا في وقعة بدر، أول وقعة في الإسلام يوم الفرقان الذي فرق الله فيه أو فرق الله فيه بين الحق والباطل، وذلك أن المشركين لما أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلبوا أموالهم وديارهم وذهبوا إلى المدينة ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، وصاروا عند إخوانهم الذين آووهم ونصروهم من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوض المسلمين مما افتقدوه من أموالهم من أموال الكفار، لأن هذا من الانتصار من الظالم، فالكفار ظلموهم وأخذوا أموالهم وديارهم وأولادهم حتى، خرجوا مجردين، فكانوا ظلمة جبابرة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوض المسلمين من أموال الكفار الظلمة، لما علم أن عيرا قدمت من الشام معها أموال لقريش في مكة، خرج صلى الله عليه وسلم بعدد قليل من أصحابه يبلغون 310، ليس معهم ركائب إلا قليلة، الأربعة يتعاقبون على الراحلة الواحدة، وليس معهم سلاح يكفي، وليس معهم خيل، ولم يخرجوا لقتال، لم يخرجوا لقتال، وإنما خرجوا ليعترضوا القافلة ويأخذوا الأموال من الكفار الذين ظلموا المسلمين وسلبوهم أموالهم. الكفار لما علموا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم جمعوا كيدهم وقوتهم وبأسهم وخرجوا يريدون حماية العير، حماية القافلة، ولكن قائد القافلة وهو أبو سفيان بن حرب لما علم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم غير الطريق، غير الطريق الذي عليه المسلمون يترصدون له، وذهب مع طريق الساحل ونجا بالعير
سلمت العير، وعلمت قريش بذلك، لكن حملهم الأشر والبطر على أن يستمروا في سيرهم، الله هو الذي يسوقهم سبحانه وتعالى، على أن يستمروا في سيرهم وينزلوا في بدر ويعملون الفرح والسرور والبذخ والأكل والشرب، وتعزف على رؤوسهم القينات والمغنيات حتى يتسامع بهم العرب، يقولون كذا حتى يتسامع بهم العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى بدر، والكفار وصلوا إلى بدر، تقابلوا من غير ميعاد، لكن الله هو الذي أتى بهم من غير ميعاد. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني من الوادي، والركب أسفل منكم، الركب هو العير، صار راح مع الطريق الأسفل من جهة البحر، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله أراد ذلك سبحانه وتعالى. عند ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن العير أفلتت وأن الكفار حضروا ومعهم القوة والبأس، الرسول ليس معه إلا عدد قليل، وأيضا ليس معهم استعداد يكفي، استشار أصحابه هل يقاتلهم أو يرجع، فأشاروا عليه بالقتال، أشار أصحابه عليه بالقتال، فعزم صلى الله عليه وسلم على القتال، وبات يدعو ربه كل الليل، يدعو ربه بالنصر كما ذكر الله جل وعلا ذلك. فلما أصبح صف أصحابه أمام الكفار، وصف الكفار جنودهم، وتقابل الجيشان، تقاتلوا في بدر، وأنزل الله الملائكة. أولا أنزل مطرا يلبد الأرض تحت أقدام المسلمين حتى يثبتوا، ثم أنزل الملائكة تشجع المسلمين، تشجعهم وترهب الكفار، فما كان من المسلمين إلا أن انتصروا على الكفار، فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70 وغنموا ما معهم من القوة ومن العتاد ومن المواشي، وقتل أكابر الكفار، أبو جهل وعتبة وشيبة، وأكابر الكفار قتلوا في هذه الوقعة. فرجع المسلمون بالغنائم، ورجعوا بالأسرى 70 أسير، وقتلوا أكابر الكفار في بدر، انهزم المشركون هزيمة ذريعة. تسامعت العرب في هزيمة قريش، فوقع الرعب في جميع قلوب الكفار في أي مكان في هذه الوقعة العظيمة، وقعة بدر. الله ذكر المشركين بهذه، قال سبحانه: قد كانت لكم آية في فئتين، فئة الكفار وفئة المسلمين، التقتا. وين التقتا؟ في بدر،
فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم في العدد، لأن الكفار يقربون من الألف والمسلمون 310 فقط، يرونهم مثليهم، فالمسلمون يرون الكفار أكثر منهم عددا. وقيل المعنى الكفار يرون المسلمين مثليهم، الله كثر المسلمين في أعين الكفار حتى يرهبوا، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد بنصره من يشاء. فقبل المعركة المسلمون يرون الكفار مثليهم لأجل أن يستعدوا ويعتصموا بالله، والكفار يرون المسلمين أيضا مثليهم لأجل أن يرهبوا. فالله أرى كلا من الطائفتين الأخرى أنها مثليها، هذا قبل المعركة. أما لما دارت المعركة فالله قلل عدد المسلمين في أعين الكفار، وقلل عدد الكفار في أعين المسلمين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قبل المعركة كل فريق يرى أن قبيله أكثر منه، وأما وقت المعركة فكل فريق يرى أن قبيله أقل منه، حكمة من الله سبحانه وتعالى. انتهت المعركة بالنصر المؤزر للمسلمين والهزيمة على الكفار، وتحقق قول الله جل وعلا ستغلبون، غلبوا. ولم يقف الحد عند الهزيمة والغلبة، وإنما وتحشرون إلى جهنم، هزيمة في الدنيا ونار في الآخرة والعياذ بالله، وبئس المهاد، بئس الفراش، النار بئس الفراش والعياذ بالله، بئس الفراش والمهد الذي يفترشونه. فالله جل وعلا قال لهم قد كان لكم آية، أي علامة على قدرة الله، على قدرة الله جل وعلا وعلى نصره لعباده المؤمنين وإن كانوا قلة، وهزيمة الكفار وإن كانوا كثرة في هذه المعركة العظيمة. والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد يقوي بنصره، النصر من عند الله جل وعلا، ما هو النصر بالسلاح والقوة وكثرة الجنود، النصر من عند الله يهبه لعباده المؤمنين وإن كانوا قلة إذا صدقوا وصبروا. نعم قد يحصل على المسلمين هزيمة على يد الكفار كما حصل في وقعة أحد، وهذا بسبب من قبل المسلمين، حصل من المسلمين خلل ومعصية فالله جل وعلا عاقبهم وهزمهم أمام عدوهم تهذيبا لهم وتعليما لهم وتمحيصا لهم. فالمسلمون قد ينهزمون أمام الكفار لسبب
من عند أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم، فإذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنه ليبتليكم، ولقد عفى الله عنكم. الله جل وعلا عفى عنهم وأخبرهم بذلك لئلا يحزنوا، وهذه بشرى من الله للمؤمنين، بعد التأديب لهم عفى الله عنهم. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك أي في هذه الوقعة، وقعة بدر، لعبرة لأولي الأبصار لأولي الألباب، لعبرة لأولي الألباب لأولي الأبصار لأولي الأبصار يعني البصائر والعقول، يعتبرون في أن القوة لا تنفع وحدها، لا بد من الإيمان، وأنه مع الإيمان الصحيح ولو كانت القوة قليلة فإن الله يمنح النصر لأهلها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالآن كما تعلمون المسلمون في غاية الضعف الآن، والكفار في غاية القوة، ولكن المسلمين إذا صدقوا مع الله وصبروا على إيمانهم وثبتوا على دينهم فإن العاقبة لهم. والكفار وإن أعطوا من القوة ما أعطوا فإنما ردهم إلى الهزيمة والخسارة في الدنيا والآخرة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون. الله جل وعلا وإن أعطى الكفار واستدرجهم فإن هذا لا ينفعهم ولا يستمر لهم ما هم فيه. أما المؤمنون إذا صدقوا مع الله فهم على خير، والعاقبة للمتقين. إن في ذلك لعبرة أي موعظة، موعظة لأولي الأبصار. ثم قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس هذه الأمور، صارت مقبولة عند أصحاب النظرة القريبة الذين لا ينظرون للعواقب، فهم يغترون بهذه الزخارف. زين للناس حب الشهوات، هذه طبيعة البشر أنهم يحبون الشهوات، إلا من أعطاه الله إيمانا وبصيرة ينظر في المستقبل، وأن هذه الشهوات وإن كانت لذتها عاجلة فعاقبتها وخيمة، عاقبتها سيئة. حب الشهوات
جمع شهوة، جمع شهوة هو ما تشتهيه النفس وتميل إليه. من النساء، بدأ بالنساء لأن النساء أشد فتنة من غيرهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فبدأ بالنساء لشدة الافتتان بهن ليحذر عباده من ذلك، حذرهم من فتنة النساء. والنساء حبائل الشيطان، إلا من من الله عليها بالإيمان والصلاح والاستقامة. وأما في جملة النساء فهن فتنة. من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبنين الذرية كما سبق في الآية الأولى أن البنين يأخذون برغبة الإنسان وانشغاله معهم، من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة. الشهوة في النساء هذا أمر طبيعي، ولكن من استعف بالنساء عن الحرام، تزوج عن الحرام وتسرى وأعف نفسه، هذا خير له. والبنين كذلك، من رباهم على الخير والطاعة صاروا عونا له على طاعة الله، وأما من أهملهم صاروا خسارة عليه. والقناطير المقنطرة، قناطير جمع قنطار، وهو المال الكثير. القنطار هو المال الكثير والمبلغ الكبير من المال. المقنطرة من الذهب والفضة. الذهب هو أنفس المعادن، وكذلك بعده الفضة، معدنان نفيسان تنافس الناس فيهما ويحبون الذهب والفضة. والخيل المسومة، الخيل المسومة قيل المراد بها الراعية التي ترعى وهي السائمة، وقيل المراد بها المجملة بالغرة والتعجيل. المجملة المسومة يعني المجملة بالغرة في وجهها والتحجيل في أطرافها، هذه أنفس الخيل وأحسنها منظر. والخيل المسومة. والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كثير من الناس يحبون الأنعام، لكن الخيل هي أنفس البهائم عند الناس. والأنعام يدخل فيها الإبل ويدخل فيها البقر ويدخل فيها الغنم. والحرث وهو الزراعة، فيه من يرغب الزراعة والغرس والإنتاج ويتفكه بذلك وينشغل بالحرث. وهذه كما ذكرنا إن استغلت في الخير صارت خيرا، وإن استغلت في الشر صارت شرا على صاحبها، حسب ما يتجه به الإنسان مع هذه الأمور. لكن الغالب أنها تأخذ عقل الإنسان وفكره وتشغله عن ذكر الله عز وجل، إلا من وفقه الله. قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأمور التي تعجب الناس ويحبونها حبا شديدا
هي مؤقتة، متاع الحياة الدنيا، تفنى تفنى وتنقطع ولا تستمر، فلا تغتر بها أيها الإنسان، ذلك متاع الحياة الدنيا. والمتاع هو ما يتمتع به مدة ثم يزول، والله عنده حسن المآب أي المرجع، خير من هذه الأمور، عند الله خير من هذه الأمور، هذه أمور قليلة وأمور زائلة، لكن ما عند الله أحسن وأبقى، والله عنده حسن المآب يعني المرجع، فلا تتعلق بهذه الأمور وتترك حسن المآب والعمل الصالح، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من خير من هذه الشهوات والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، عند الله ما هو خير من هذه الأمور؟ فاطلبوا ما عند الله الذي يبقى ولا ينقطع، ولا تنشغلوا بالمتاع القليل الزائل. بخير من ذلكم للذين اتقوا، للذين اتقوا خاصة للذين اتقوا، أما الكفار فليس لهم نصيب من هذه من هذا المآب الحسن. الذين اتقوا عند ربهم، عند ربهم لهم عند ربهم جنات، جمع جنة، جنات ما هي جنة واحدة، جنات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الجنات وهالمزرعة اللي أنت أشغلك في الدنيا، جنات أنت بزرع تبي غراس تبي أشجار تبي فواكه، الله عنده جنات، فاطلب الجنات التي عند الله، جنات تجري من تحتها الأنهار، هي جنات منظرها يأخذ العقول، وأيضا تحتها تجري تحتها الأنهار المتعددة التي ذكر الله منها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، هذا في الجنة وهو دائم ومستمر. أما ما في الدنيا فهو منقطع وهالك. قارن بين هذا وهذا، تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة، أن تعجبك النساء في الدنيا وهن على ما فيهن من الأخلاق التي قد تكون ذميمة أو من الأوساخ والأشياء المكروهة، الله عنده نساء أحسن منهم، وأزواج مطهرة، طهرة مما يعتري نساء الدنيا من الحيض والنفاس والبول والغائط وغير ذلك، أزواج مطهرة، مطهرات في أخلاقهن ومطهرات من النجاسات والقاذورات. فإذا كنت تحب النساء فاطلب هذه الأزواج في الجنة، لا تقتصر على نساء الدنيا، ما هو يقول لك اترك نساء الدنيا، يقول لك لا تقتصر عليها وتنسى نساء الجنة. وأزواج مطهرة أعظم من ذلك كله، ورضوان من الله، رضوان من الله، يحل رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا، ورضوان من الله، والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى ورضوان من الله أكبر، أكبر مما في الجنة كله،
يحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. والله بصير بالعباد، الله جل وعلا بصير بمن يستحق هذه الجنات ومن لا يستحقها. الله لا يعطيها كل أحد، وإنما يعطيها بمن يعلم أنه يستحقها، والله بصير بالعباد. وأيضا الله بصير بأعمال العباد، الله بصير بأعمالهم، فإن كانت أعمالهم تؤهلهم لدخول هذه الجنات فإن الله جل وعلا يرزقهم هذه الجنات، وإن كانت أعمالهم لا تؤهلهم فلن ينالوها، أو ليس لهم أعمال فلن ينالوها أبدا. أما ملاذ الدنيا النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه ينالها المسلم والكافر، ينالها المسلم والكافر. أما هذه الجنات وما فيها فلا ينالها إلا أهل الإيمان، إلا أهل الإيمان. وأما الكفار فإنها حرام عليهم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا وأن يثبتنا وإياكم على ديننا إلى يوم نلقاه، وأن يكفينا شر أعدائنا من الكفار والمنافقين، وأن يصلح لنا القول والعمل ويثبتنا على ذلك إلى يوم نلقاه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة ومن أعانهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واكفنا شرورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: بماذا توصون الشباب في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟ نوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونوصيهم بطلب العلم، نوصيهم بطلب العلم لا سيما عند اشتداد الفتن، فإنه لا ينجي من هذه الفتن إلا العلم النافع مع العمل الصالح، العلم النافع مع العمل